السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ إن شاء الله تكونون طيبين، وحياكم في قناتي مرة ثانية. أنا محمد، رجعت لكم في فيديو جديد. فيديو اليوم بيكون مع البسات الصغار. طبعا زي ما تشوفون ما شاء الله تبارك الله صاروا يلعبون ويتحركون نشيطين جدا، وفي هذه الأيام لاحظت أن أظافرهم صارت طويلة وهم يتسلقون في الكنب أو يمشون على الأرض حتى تمسك في الفرش، فهذا الشيء ممكن يؤذيهم. وفي نفس الوقت لأنهم يلعبون مع بعض وصراحة جدا عنيفين هذول البساس، يلعبون بقوة، يعضون بقوة، ينخشون بقوة، فقررت اني اقص اظافيرهم عشان ما يؤذون بعض، وفي نفس الوقت عشان حتى هم يلعبون او يمشون ما يعني تمسك في الفرش او في الكنب، هذا الشيء ممكن يضرهم او يؤذيهم، فعشان سلامتهم وفي نفس الوقت عشان حتى انا اقدر العب معهم براحتي، لان يعني اظافيرهم جدا جدا حاده. فبنشوف في فيديو اليوم البساس كيف صارت وكيف تغيرت وكبرت ما شاء الله تبارك الله، وفي نفس الوقت بقص اظافيرهم اتكلم معكم شوي. فخلونا نبدا الفيديو، بس قبل ما نبدا اتمنى من كل شخص يشوف الفيديو يوقف الفيديو، يضغط زر اللايك ويشترك في القناة إذا مو مشترك، فعلوا زر التنبيهات عشان أول ما نزل فيديو جديد يوصلكم إشعار على طول. وحاب أذكركم ضيفوني على الانستغرام، هذا الاسم والرابط تحت في صندوق الوصف، وخلونا نبدأ الفيديو. زي ما قلت لكم حاليا بابدا اقص اظافيرهم، وفي نفس الوقت اسولف معكم واجاوب على بعض الاسئله اللي تسالوني. خلونا نبدا في البساس واحده واحده. واللي يسالني كيف صرت افرق بينهم، للحين صراحه ما افرق بينهم كلهم، بس اعرف واحده منهم، لان يعني زي ما تشوفون في واحده اللي هي هذه عيونها مي زرقاء جايه على رصاصي على اخضر كذا، اما هذول الثنتين في عيونهم زرقاء. الصراحه هذه اللي للحين مميزه، والباقي هذول ما اعرف افرق بينهم للحين، لكن ان شاء الله بعدين بصير ابدا افرق، لانهم كل ما يكبرون تطلع عليهم علامات مختلفة عن بعض. فبنبدأ اول شيء في هذه الكيوت ما شاء الله تبارك الله. طبعا في كثير يسألوني يقولون عادي نقص اظافيرها بالقطام العادي اللي احنا نستخدمه؟ انا اقول لكم يفضل لا، لان في بعض الاحيان ما يكون حاد كفاية ويكسر الاظفور بدل ما يقصه، ولكن المقص هذا الخاص بالقطط يكون جاهز لهذه الحاجة، يعني ما يؤذي القطط ولا يعني يكسر الاظفور. فمثل ما تشوفون قاعد اقص بكل سلاسة وبكل نعومة، وحتى البسمة ما يتحس بشيء ومرتاحة جدا. فيفضل ان يكون المقص الخاص بالقطط عشان يريح البساس وما يؤذيها ولا يعني يخوفها او شيء. طبعا نضغط اليد، واول ما تطلع اظافير نقص الراس من فوق الجزء الشفاف، لان في جزء يكون لونه وردي او احمر، فهذا الجزء ما تلمسونه لان هذا ممكن يؤذيها ويسبب لها نزيف. يصير شوي طبعا احتذر اذا صوتي شوي كذا مو واضح ولا الكلام لخبط، بس توني صاحي من النوم وشفتهم يلعبون ونشبت اظافيرهم في الكنب. بصراحه قلت ما ينفع اتاخر، ممكن يؤذيهم هذا الشيء او يؤذون بعضهم. ممكن تثبتين شوي، خلاص ما عاد باقي الا شوي، بس باقي اثنين. انقصنا يديها، ومثل ما تشوفون هذه البساس ما شاء الله مره نشيطه ويحبون اللعب. خلصنا من هذه الجميله اول وحده، هذه اول واحدة قصينا ظفيرها وخلصنا ما شاء الله. الحين نجيب الثانية، والحين بنبدأ نقص ظفير هذه. طبعا هذه ما تحب تنام على ظهرها كثير، بس لازم تتحمل شوي. معليش معليش، طبعا اذا تبون تقصون اظافير البسة او تمشطونها او شيء، حاولوا تلاعبونها في نفس الوقت وتشتغلون عشان ما تخاف او ما تحاول تهرب، وخصوصا في قص الاظافير لانه يخوفهم شوي. لو سمحتي ابغى اقطم اظافيرش،
باقي هذه بس، باقي هذه. ممكن تثبتين شوي لو سمحتي؟ اثناء اظافير هذه الجميلة، وباقي بس اخر واحدة. ليش الفوكس مو راضي يزبط؟ هذه اكثر واحدة فيهم مشاغبة وتحب تتسلق وتحب تضارب، فما ادري كيف بيكون التعامل معها. اجلس شوي لو سمحتي. شوي. زي ما تشوفون اذا كان القطام الخاص بالقطط بسرعة تقصونه وبسهولة لانه يكون جاهز لهذا الشيء. انا قد جربت كثير القطامات العادية اللي احنا نستخدمها، بس للأسف لاحظت في اغلب الاحيان انها تكسر الضفور او تكسره حتى بدون ما تقصه، ولاحظ ان البسة تتقل. خلصنا ضفيرها، طبعا ما حبيت اني اوريكم كل شيء بالتفصيل عشان ما يطول عليكم الفيديو. ما شاء الله الحين خلاص ما في اي اذى، ولا نخاف انهم يؤذون بعض او شيء. الحين يلعبون مع بعض براحتهم وما يؤذيهم انه يعني يمسك في الفرش او في الكنب، فبيكونوا مرتاحين اكثر. شوف كيف معصبه زعلانه. وبكذا أكون وصلت لنهاية الفيديو، يا رب تكون استمتعتوا معي في هذا الفيديو. لا تنسون ضغط زر اللايك والاشتراك، نشركم للفيديو هو أكبر دعم للقناة. إن شاء الله الأيام الجاية في فيديوهات كثير، بس هذه الأيام ممكن تقولوا ليش أنت ما تصور كثير مع الأسس الصغار، لأنهم باقي يكبروا يعني حاليا ما يأكلون ما يروحون الحمام بس يلعبون وينامون. فأبغى أصور لكم الأيام الجاية إن شاء الله فيديوهات كثير عن مواضيع متنوعة. فلا تنسون زر الاشتراك وتفعلون زر التنبيهات عشان أول ما أنزل فيديو يوصلكم إشعار على طول. وهذا إنستغرامي برضه حبيت أذكركم، الاسم واضح على الشاشة والرابط تحت في صندوق الوصف. أشوفكم فيديو جاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.